Good morning, Lebanon! هلا كلهم عاملينهم كلهم بلا بصل، مين دي ما بياكل بلا مع بصل؟ هو مش أنا هو مدمس، بيض بلدي، جبنة، زعتر، لبنة، خضرة، دبس عنب، ومربى، مربى المشمش ومربى السفرجل. شو مار شكلك كثير برتاح اليوم بوضعك؟ ليك شو انا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟ اوكي. وكوكبه محضرت له سيربريزات، انا بحس انه هو راح يطلع من هون مصدوم المونه والاكل وسيربريزات الاكل بكوكبه، سو اليوم ما راح يقول لنا جبناه عم نشرب البلاد مشينا وما طوينا، سو انا مرتاح. وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوه بمحل كثير رايق، بيقطع السياره يمكن كل ربع ساعه، بتسوى كل مصريات الدنيا، بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكثر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف ثابت بكل حلقة تقريباً عنا دبس العنب. حبيتوه؟ سألتوا عنه، مشهور هون كثير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط، بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب، دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة ببيعوا منه. كل وحدة بكلها بقول بيست فور لاست، بس هيدا مزبوط بيست فور لاست. بلدية بتتاكل نية، بيضة، لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟ أكثر. هاي أنا ميرا خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيلج. كوكبة إيكو فيلج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019 دشناه، يعني بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيلج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيلج؟ لأنه نحن كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا، سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح يناموا. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة، سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيلج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن نسوان التعاونيه، جمعيه التعاونيه النسائيه بيعملوها بيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم، يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونه في يكون عم بيعرضها بالايكو فيلج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها. اخذت هيدا للطريق، البقله اللي ما دقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمه، عجينه مرتاحه، مكوناتها جديده ومتطوره. بقلة حامضة بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعى بهيك طقس أكيد جايب العيلة وجاي. سو أنتوني، نحن بإيكو فيلج. وليه هو إيكو فيلج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع صنوبر نيتف تريز، يرجع حتى بالمونه حتى بكل هول في السستينابيلتي، يعني نحن عم نشجع الاكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنه اعطاء شمسيه. بس الاهم انه كوكبه كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمه الى 4 انواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبه على صعيد المنطقه كلها، وبيرجعوا من كل شيء اسمه سماد عضوي هون او نفايات العضويه بيعملوا منها كومبوست او سماد عضوي، وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقه ببلاش. بدي اعملهم كلهم اكيد واكثر، في كلهم واكثر بكوكبه. يس، بتضيع صغيره هون 100%، بتحدك وبدك تمشي. يلا بطل، بدي اعملهم كلهم. هلا رايحين فرجيكم سربريز. انتم مفكرين انه بركي شفنا اكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركي اكبر زيتونات بلبنان. يا شباب، ساعة بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟ فعلا انطوني، نحن بنعمه بارض الجنوب المقدسه لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمه عظيمه ببلد مقدس، شيء رائع. ونحن اليوم رح نقطع على 3 ضياع، رح نقطع بكوكبه على رشايا الفخار، ورح نرجع نروح على ابو قمحه. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في اكل غير شكل، الجنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة. بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم. مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو. مشوار ببلش هلا. جنوبنا أرض مقدسة، وكوكبة إذا بدنا نرجع للجذور السريانية للاسم يعني نجمة الصبح، لأنه هالضيعة المواجهة لجبل حرمون هي الضيعة اللي أول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنه يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق. مارك، شغله كتير كبيره، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنه، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحده مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعه 6 امتار 7 امتار، عم نحكي عن عظمه بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد انه المسيح قطع من هون وباركهم لعده مرات. وهن كمان they defy logic، يعني انه لانه ليك قديش هن كبار بهالمنطقه. هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونه وحده اللي بوجهنا هلا بنشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الاخر، رجعوا السكرز. هون في شغله كثير ذكيه، تيخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي يكتروهم، عم يستفيدوا من هون ليقصوهم يكتروهم ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعه، وهيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين، هذا شغله كثير مهمه. 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لوفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنه وبحس حاله بلش يخطر، على ال 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه، الزيتونه بقيت ونحن باقيين، وهيدا علم بالتاريخ. إذا عم تشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وبترجع، وهول هلا مثل ما بالضيعه بايادي امينه، هالزيتونات بايادي امينه. انا بدي اسلم هون على دكتورتي، تعلمت منها كثير، لميس شلق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، واهم شيء دعمهم لنثبت علميا الاعمار. هيدي شغله كثير مهمه. ما فيكم تعرفوا الاحساس، بنوقف قدام باب قديم صار له 100 سنه وبننبهر فيه، بنوقف قدام شغله كنيسه قديمه صار لها 50 سنه وبنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانيه وتذكروا انه صار لهم 4000 سنه. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنه، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار، 10 امتار ثلج، جيش عم بفوت، جيش عم بفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهن بعدهم نحن كمان. أهلا وسهلا فيكم عنا بزايدة حرمون. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي، معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس بدي أفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه جبل حرمون. انعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت اللي تركبت الشمس اللي بتطلع من ورا جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، هالنور الحلو نور الله، على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل لأنه كمان نحن كلنا بنعرف قد ايه بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء واكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوائف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتله كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لالوف السنين لقدام من الله راضي. نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة، كلها الجنوب وكلها لبنان، إلها بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية، وبحسب دراسات كتيرة جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي، ترانسفيغوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بآلامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا يلي بنسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالثلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياءه كل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها. مش معقول، مش معقول قديش مشغول، صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغة، مش معقول قديش مشغول، صح. وهلا كنت عم برجع اسال قبل شوي انه طب مين عمله؟ انعمل من بلديه ما كان معها مصاري، دونيشنز من اكثر من 500 شخص، ما حط دين ابدا على البلديه، بقي مكفى باسوء سنتين بتاريخ لبنان من سنه 2019 لليوم، وانعمل. ما تقلي مش عجيبه؟ اكيد عجيبه، اذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف قد ايه عجيبه. وده هن مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا. وتنقيه البلانت رائعه، يعني ما عندي شو اقوله. اذا بتطلع بشوف عندي روماران، لافاند، ورد، يلي هول كلهم سمبولات مسيحيه لهذا المطرح، بس الاكثر ما راحوا زرعوا ارز اجنبي وسنديان مدري من وين ما كان في سارو. ومن ثاني مال بتشوف كيف في 12 ثروه كله مع سيمبول، غير انه هون مكتوب عن الثروه ولبنان من العهد القديم، ها 12 ثروه، نباتات لبنانيه، شجرات لبنانيه، بيرمزوا هون كمان للرسل 12، كله مشغول، صح. سوبر، صح. دائما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرايط الكهرباء، شرايط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل. قديه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا. قرينا الايات اللي بتحكي عن الثروه بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم، مذكور بالعهد القديم والانجيل. اكيد، والمهم انه اليوم الناس مارك على عيد الرب او عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. اهميه حدث التجلي انه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمه فينا ونصير انسان جديد اذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمان يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إله اسمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه هن على هالجبل صار هون. حتى فينا نشتري منتوجات هون؟ هون بنشتري سوفونيرات، اوكي؟ وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء. ميرسي، ألف شكر. يس كثير. خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح نور الجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعاية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تيريزا الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخارف القديسة تيريزا الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل القديس رفقة ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلقة على كنيسة مار الياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحانين انكم كنتوا معنا اليوم. شو يا مارك؟ شغل يوسف سليمان نفا وولديه جميل وسمعان يمكن 1958. نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منا، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968. تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلدة وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحسباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح. الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاث أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة، ودار الكنيسة، وكلها ثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالصرفند وإن كان بالتجلي. ضيعة رائعة، شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العايشة هون صيف شتاء. أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هيدا الزعتر بنجمعه من البرية، بنخليه ليزهر أول شيء، ما بنحوشه هو بس هذه الزهرة تصير هيك بنحوشه وبنشمسه، بنقيه من القش الغريب وبنحطه هون، بنشمسه بالفاي، بنيبسه بالفاي لحتى يضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين بنفرطه وبنشيل القش منه وبناخده على المطحنة بنطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%. هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم بتشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم بتشوف البلاط القديم يلي اليوم عم بيدفعوا حقهم دكه، عم بتشوف القنطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس. انا بما انه انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هون، رح اقول لك انه انا طلبه لحس قد ايه معقول تكون طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هون هن هالاشياء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب وين عم بحطهم، مزبوط او لا؟ ما فيك تعرف، ما فيك تعرف، هو عم يشتغلهم على الايد. بهاللحظه حس حالي معزيه بس بستاهل اكيد. واو واو واو، من اقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح اقول حديث بس انه باخر 100 سنه يلي بعده واقف على اجريات، دعم شويه حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش اول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعدهم هاديين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من اوضه لاوضه، وبهالاوضه بحطوا كل المونه. هون عنا المونه بنحطهم هون، قمح، طحين، وبينزلوا من هيدي الجوره. هالجوره كانوا يسكروها بقماشه، يشيلوا القماشه ويبلشوا ينزلوا. هون كل الاغراض اللي بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحله ثانيه، يمكن كانت اوضه النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عاليه لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت اكيد كان في البقرات اكيد، وفي شجوره كانوا يتكبوا لهم الاكلات بس يمكن منا مبينه. شو حلو شو حلو، اذا بس تنظف وتظبط ونرد على 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 طريقته القديمه. هيدا معلم سياحي بنص الضيعه. حتى كل بيت كان في زريبه للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده كثير من هون، واهم شيء مثل ما دائما عم نقول بحلقاتنا توته برا، وصارت هي مدعمه زريبه قد ما صارت قويه. اي لون بدك؟ هن هول الوان كرمال تبرم الضيعه وكرمال تمشي. كل ما يعني اهين اصعب اصعب. اي هو الاهين. ازرق ازرق احمر اصعب شيء. انا مع الازرق. انا صباح الخير، كيفكم؟ تفضلوا هلا، تفضلوا كبريت مسقع. يلا بنجي. يا هلا هلا يا بالصبح. يا هلا اهلا وسهلا. تفضلوا اهلا هلا. بونجور، كيفك؟ يعطيكم العافيه. موجود. تفضلوا هلا، تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا هلا. حلوة الأجواء بالضيعة. معلوم حلوة، حبيتي ضيعتنا؟ كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية ليمونادة، وهيدا ورد شغل بيتعلم منك الضيعة لبنان. مش عم ينزلوا. مضبوط اللي عم تقولوا صح. لكن كيف بنزل؟ بس ما هداك ما عم ينزلوا. ايه كل شيء طيب. تفضل ليمونادة ورد. هيدي ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة كان عندنا جيران فوق بيتنا نطلع لعندهم ما ورد يا طنط، ما ورد يا طنط، فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليمونادة يمكن البترون والصيدا رح تغار منهم. شي روعة. وصلنا فيكم، حلو على ضيعتنا. Bonjour, bonjour. 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 الحمد لله مرليس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مرليس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجايبه وعن شو صار فينا شو عمل، خبرونا نحن على دورنا ما شفنا. مره صار مشكله هون وولع على سطح الكنيسه، كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في مي بالبيوت مثل اليوم، وهي صاروا يقولوا بدنا نجيب مي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي، قال شوي اجا غايمه بالجو، اجت لفوق الكنيسه وشتت طفت الحريق. وهي كان عافينا شيء، اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارليس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي، قربوا قدام لعند محل ما كانوا مجمعين الناس، اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسه، وبعدها لحد هلا على مهله الشرقي بعدها لحد هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارليس. خلصنا من هالازمه هيدا، سلام على اسمه. اللي كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط، ناخذ شرايط الريبان يعني ملون شو ما فيه، وبنقول نزنر الكنيسه مارليس يفكها ويحل كل الامور، كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من احداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، ان شاء الله مارليس يبارككم. بركتنا البركه كلها. يلا تفضل ضيفي. عندي مشوار بالوادي. موفقين موفقين، عالم اطول من هيك مش قصيره هالقد. الله معك. بكل ايجابيه خليني اقول، اسمحوا لي ما شفت سيجاره على الارض. بكل ايجابيه خليني اخبركم وحده من احلى ضيعه معقول واحد يبرم عليها، جمال بشكل مش معقول، احترام للطبيعه واحترام للانسان. بكل ايجابيه ليش عم بقول هيك؟ خليني اقول انه قطعنا على بلديات مع رئيس البلديه عم نتمشى والوسخ وين ما كان، والجواب ايش فينا نعمل؟ فلو بندرس ونتعلم من بلديه مثل هالبلديه نموذجيه، وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافه، حيطان حجر، زفت، تروتوار، واهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبوا ولا شيء لانه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه وعم نعيشه اليوم، والايجابيه والطاقه اللي عم تطلع من الارض. ليمونادا من الليمونه، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعه، بحط عليه السكر وبدعكه بايدي وبحط له مي وبحطه بتلج. ممنوع يتقشر؟ مزهر لا، بقشرته لحتى تعطي النكهه الطيبه، وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقع بصير اكله. والهيدا الورد عندي ورده انا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد. انت عملت هالوردات من هون؟ مش معقول شو هالطعمه. الجناينه بغليهم وبعملهم. مش معقول شو هالطعمه. كله طبيعي لانه ورد بري ونكهته قويه. هلا بدي اشاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضيعه بشرب شي 3-4 مرات ما ورد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟ لا كله من بس يكون بري لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا. الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بالضيعه بتعملوا ليموناده او موارد بطريقه كثير حلوه طبيعي لانه كلهم جناين. في بركه في رزقه وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح. هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها بدنا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه، شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب بدهم نص كباية رز وملعقة الطبخ الكبيرة ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضة، وبنحط على النار بينغلى، بس يصير يغلي بنحط العطر، بيغلي العطر معهم لحتى قبل ما يحتري بنشيله ونكفي غليهم ليستوي عقله ويصيروا مظبوطين منيح، شرة مزهر بس وبنصبهم بالكاسات. هول جوزات بتجيبوهم من امريكا؟ لا لا عنا نحن هون 3 جوزات بنحوش كل سنه. بيكنز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعه، ولا حمستيني دوب؟ مش معقول مش معقول، مثل القطر بس مش حلوين. الريحه، الطعمه، الارومز مش معقول. بتبلش بالرز برزتها حبه حدا تانية، مطبوخه نص نص يعني شوي الدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصه، وبعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوه، شويه حلاوه شويه سويتنس، واذ بيطلع المنخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع! بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كثير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك. مدام ما بيك تفتحي مطعم؟ مش تحرز لو بكير كان ايه. هيدي النبتة بتضيع بالسموة مقتل بغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة، باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم إنه هيدي بتقفصوا عليها بتطيروا البذر. هيدي طريقتها اكسبلوزيف لتخلي، عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان، هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بذراتها وين ما كان لتتكاثر، مشان هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات. Un kilomètre à pied, ça use, un kilomètre à pied, ça use les souliers. أنا قلت لك إنه كوكب عندها لها كثير سربريزات أكل، ما بعرف إذا لهلا حسيتهم سربريزات أو لا، بس تذكرنا من هلا للساعة شوف قد إيه في. هلا أنا برد له إياها، مارك كوكبة عندها كثير سربريزات شجر، ما بعرف إذا شفت الشجر اللازمة لهلا. أوكي. عم نعمل دبس فسلم، شراب الفسلم، لأنه هذا منعوز لشو ما كان، للتبولة للسلطة لكل شيء بدنا نعمل بنحط منه. جمعية تعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة، نحن 12/6 نحن من كوكبة، تأسست التعاونية 2010، بنشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، المونة اللي عندنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، وأهل الضيعة كمان بياخذوا بيشجعونا بياخذوا من عندنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم. هيدي كركة للموارد بنعمل فيها الورد يعني، في كركة ثانية للزهر بنعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، وبنعمل هوني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلديه. تعاونيه بالضيعه، لازم كل ضيعه بلبنان يكون عندها تعاونيه لعده اسباب، اول شغله بتشغل ستات الضيعه وبتخليهم يضلهم بارضهم، بتمكن الوجود بالارض. واحد، اثنين، اهم شيء انه اهل الضيعه بصير فيهم يشتروا مونه وبيقدروا يستفيدوا من هالمونه وياكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثه والاهم انه عنا تصريف الانتاج يلي كل هالانتاج اللي موجود بالضيعه تما نقول كبيناه ومش عم نقدر نبيعه. المونه بالضيعه شغله كثير مهمه والتعاونيه لازم تكون موجوده بكل الضيعه، لستات الضيعه، للاشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعه تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا. قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك. هلا رايحين على مطرح انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدونتس بالنسبه لك؟ واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا، حط لها جوره، سميها دونت. خلينا نشوف. اساسا بلشت بالقطاس، وصرنا بالضيعه نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جوزة الطيب، المحلب. أنا جليس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع هون بكوكبة. بتتاكل مع دبس الخروب؟ مع دبس الخروب كتير طيبة. لا لا معك. يكمل وقفة. ايها اطيب، الزلابي او الدونتس؟ لا الزلابي مع دبس الخروب اطيب، الدونتس طيبه مع الكريم بسيط. تقليد الضيعه القديمه. صباح الخير. صباح النور. هلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك بكوكبه، شرفتنا. اسعد فارس من كوكبة من هون، مدامتي هدى حركين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. صرنا 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلا جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون. مشهورين بمنوشة الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله على ايدنا هون. واكثر منوشة هون بتكون عساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا. Anthony, come with me to get the best eggs. حلو، يلا بيت طازه. عندي الدجاج ما ببيض بالانف، بضله صارح برا، ببيض برا، أكثر شيء هون ببيض. رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول، بتشبه البليار. مش رايحينها هلا كثير، يعني هي بعدها صغيره بس انه هيك تنفرجه، بعدها زخطوره. ليك التاج تبعها قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك، يعني لازم نرجع لما يكونوا بالسوريين لتذوق منا رمان. عم فكر تعمل اياها حصرهم. افتح تمك حبيبي، افتح. ما بدي اوسخ كم قميصتي اليوم. هاي وحده طيبات، حامضه طيبه؟ بدي يبرم على المستوي. حمضة صار كيف؟ طيب طلع عليكم مقص لحظة. طاولة حلوة الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكه، بالاستقبال، بالريحه الحلوه، بالنفس اللي بتحسوه اول ما تفتحوا الباب. اهلا وسهلا، الضحكه، شو بدنا نطعميه؟ بالاخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، ان كان محل القهوه او ان كان الفرن، فما في واحد يكون شو من طعميه. فالضحكه، الاستقبال، وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه، هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطايف، اللي في نار على كلها، بتضربها وين ما كان، ما بتحترق من ميل ومن ميل، لا. بيعملوا هاللحم بعجين، برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحه البكيه، ما بتشبه لحم بعجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال، وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري. هيك عجينتها مش معقول، من برا محمصه شوي، من جوا طريه كتير، منا كتير سميكه، منا كتير رقيقه، ما بتعلق، لحمتهم كتير طيبه، طازه، والبهارات اللي بقلبها عظيمه. بدها او لبن او شويه دبس الرمان. يا سلام. معك طوني ابو نقول، صار لي 20 سنه تقريبا بالمصلحه، صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالازمه بعدنا واقفين على جرينا، والحمد لله ومنحيي نحن المغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم لنعمل عم بعمل كنافه جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكثير مرغوبة عنا، وخاصة نحن على المرفأ والسيان، هي هيدي بنشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة، كل دست هالقد منشان السيان. الجوز نحط له سكر، من بعد السكر زهر، نخلطهم مزهر للطعمة أكيد، والسكر للطعمة ولتطلق الحشو بقلبها. يلا بدها تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير لها ربع ساعة تقريبا. رح اسبقك، ملتقى على الغدا، هيك بنخليها. اوكي، خذ وقتك واعملها على ذوقك. على راسي على راسي، اهلا وسهلا بك. زيت القوة سيف شتاء؟ أبداً، وزيت الحرارة. بعدنا بكوكبة المباركة، هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش، فضرب عصاه بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم. هيدا الايكو سيستم اللي عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سمي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس، اللي هي بتدلنا على المي. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل. هيدي اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدي نبته كثير مهمه، فيها تطعم الحيوانات، تطعم العصافير، فيها تطهر المي. هيدي النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كثير نحميهم، هول كثير عم بيصيروا نادرين بلبنان وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم. أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبرهم إنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول إنه أوف شو عملتوا وتقول أنت وبلديتك عملتوا كثير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية إنه في واحد يعمل شغل. أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يظبط ضيعته، وكل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يظبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد. أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين. أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يلي رح يدشن بتشرين الأول يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عندنا استقلاليه مثل ما عملنا 0% ويست، مثل ما عملنا طاقه شمسيه للشوارع، رح يكون في عندنا طاقه شمسيه لميه الشرب، ورح نقدر يكون عندنا استقلاليه بغض النظر اذا انقطعت ميه الدوله اما اجت ميه الدوله. كل رؤساء البلديات، كل البلديات لازم تعمل مع دوله مكسوره الامكانيات من اجت. كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن. أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهم أمكم أو ستكم؟ إيه. شو رح ناكل اليوم؟ رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، فريكة باللحمة. شو أكثر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟ عندنا هون بالضيعة شومر بعدس جميلا كثير بيعملوها بالمواسم، بنعمل يعني شغل على الموسم، على الموسم ما بينكب شيء، كل شيء موجود، كل بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع. اوكي هيدي لفتت لي نظري وشكلها حلو. اي شومر بعدس. هيدي العجة، العجة بنعملها بموسمها كمان. هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشفه شوي وبعدين بيطلع جوسينس من جوا والحامض من جوا، مو بطحين شوفان روعه. اي وهيدي الكوسه مع جزر كمان، مع اكيد بهاراتها. اف 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 هن وهيدي كثير جوسي، ابطال لانه عملوا كل الاكل بلا بصل وبلا ثوم وطالع فيه طعمه اكيد. هون هيدا ورق عريش قاطع، كيف شو طيب، واو الحموضه، عرفتي بتاكلي معي ايه شو حلوه، ليك شو حلوه. شو حلوة من برا، ملا قرشة من جوا، مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة، لك في أهم من أكل اللبناني، ما في أهم من أكل اللبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدها عرق أكيد، القعدة بدها عرق، الأكل اللبناني بده عرق، الأكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم. بتعرفوا كل الأكل بمال، بس الفريكة بمال. اللبناني ما عنده رز، بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه اخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. عملنا الفريكه. الفريكه هي قمح اخضر محمص ومدخن. اول ما تحطوه بقلب مرقه اللحمه او الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه، بصير يفقع تحت السنان. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكه بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغذوا، بيقولوا انه فيهم غذاء او نيوترينتس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه، بس بتنعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنان، بتعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنان تحت اللسان، طعمه من هون طعمه من هون، وكاس عرق، وكاس الجامعه، وكاس البلد، وكاس الجنوب، وكاس كوكب. نحن ستات بكوكبة بنعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة. بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكلوا شيلتان طيبين، وكلوا شيلتان طيبين. الكرم، الاكل الطيب، القعده الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكثير اشياء ثانيه كمان. الجوز من جوا، شربانه، ان كان القطر ان كان السمنه. قرشه مطبوخه مظبوط، فريكي ما بتعلق. اوه طعمه سوبر طيبه. اوف، لا هي اخذها معي، هي اخذها معي للطريق. ومن هون بنروح سويقه على الضيعه اللي بعدها، اللي تاخرنا عليهم ساعه. طب عيب، حضرت المدام القهوه، عيب عيب. على الواقف ما في مني، ما في اطيب مني. وين الشباب؟ بشكرك. شباب البقوي بيشربوا حليب وكارن فليكس، ما بيشربوا قهوه. باي مدام. باي باي باي. يوسف سليمان نفا، بلا تاريخ، بيت شباب، دقة حلوة، صوت حلو. اوه، بين هالجبال عم بتخيل صوته. نحن جايين على ضيعة أبو أمحة، مشهورة لأنه يمكن كان في مزارع يزرع قمح كتير وناس يزرعوا قمح، او بنته كان اسمها قمحه. بس جايين نشوف شغله هون كتير مهمه اسمها دعسات مارجريس. اهلا وسهلا فيكم بضيعه ابو امحه، انا مختار ابو امحه نعمه ابو راشد. نحن ضيعه صغيره اسمها ابو امحه، قضاء حصبيه، يعني عدد سكاننا المقيمين على طول حوالي 100 نسمه، وفيها حوالي 20 بيت. الضيعة بتعتمد على الزراعة قبل كل شيء، عندنا مواسم الزيتون والعنب، هيدا البعل، وفي القسم المروي بنهر الحصباني اللي بيشمل التفاح والخوخ والدراق والمزروعات الخضرة، يعني من بندورة وفاصوليا وغيرها. نحن جينا على ضيعة أبو أمحة كرمال هالدعسات، الضيعة الصغيرة والحلوة بجنوب لبنان، يلي فيها كنيسة على اسم القديس جورجوس، يلي حاضر بعواطف المؤمنين واسمه منتشر وين ما كان. هالقديس البطل يلي مولود بكابادوكيا بنهاية القرن الثالث هو قديس عظيم بالكنيسة، بتقول له الكنيسة اللابس الظفر أو العظيم بين الشهداء، لشهادته المسيحية البطلة والاستبسال بالشهادة وعدم تغيير إيمانه. ليش نحن هون بأبو أمحة؟ لأنه بيقولوا إنه خلال إحدى الحروب يلي خاضها، وهو كان يربح كل هالحروب قد ما كان مقدام وبطل، قطع بهالضيعة وشاف صخرة كبيرة قدامه، فترجل عن فرسه هالفارس القديس البطل ونزل لحتى يزيح الصخرة من طريقه ويكفي مع الجنود، فانحفرت دعساته ودعسات الفرس. هون المميز بأبو قمحة انه ما بيعيدوا عيد القديس جوبرجوس ب 23 نيسان مثل بكل المطارح، انما بيعيدوا له ب 6 ايار. هلا 6 ايار بلبنان هو تذكار الشهداء، طبعا هو شهيد عظيم، بس هيدي شغله ملفته بقلب هالضيعه. والعيد هو احتفالات كبيره بتنضم لها كل الضياع المجاوره، وما ننسى انه مار جوبرجوس هو كمان شفيع العاصمه بيروت. نحن برشايا الفخار بجنوب شرق لبنان، بمنطقة جميلة جدا ترتفع عن سطح البحر بين 700 وال 1250 متر. مشهورين بصناعة الفخار أولا، بعد في 4-5 محترفات لصناعة الفخار، في كتار بيشتغلوا فخار بس توقفوا عن هالشغلة. نعمل فخار بالطريقة القديمة جدا جدا، وهلأ رح نشوفها بعد شوي. عنا زيت زيتون، وعنا مثل ما بتشوف هالكرم الحلو لزميلك الدكتور بسيط، كرم عنب. عنا انتاج عنب مهم حوالي 70 طن عنب مائدي. عنا زيت زيتون فاخر جدا أخذ جوائز عالمية ومنشوف حالنا فيه. وطبعا عنا كنائس مشهورة جدا، أحداها بناها القيصر الروسي ألكسندر الثالث بالقرن 19، وعندنا مناخ حلو، طبيعة حلوة، وبتنوصف للناس لحتى يستعيدوا صحتهم ويجوا يصيفوا عنا. جهاد إصبر، رشايا الفخار، قضاء حاسبيا، منطقة العرقوب. قد ايه صار لي بشتغل بالفخار، انا خلقت فيها، بيي كان يشتغل او كنت ساعد بيي يعني، وانا حبيت هالشغله وورثتها وتعلمتها. اخواتي ما تعلموها يعني، عندي خي تعلمها بس ما بيشتغلها مثلي يعني. وهيدي صنعه فن، حرفه تقليديه ما حدا بيعرف تاريخها، امتين بلشت الفخار برشايا الفخار او بلبنان او بالعالم. شو بيطلع براسك ممكن تساويه بالعجينة الفخار، والعجينة بنجيبها من الأرض نحن، التراب، الدلغان، الصلصال، الحوارة، هيدا هو بندوبه مع المي، بنصوله بنقول حتى يتنقى من التراب والبحث والقش، وهيك بنشتغل البريق، بنتركه لينشف، بنجي من لونه. من بعد التلوين بده يفوت على الفرن، إذا ما فات على الفرن وفرن مخصوص يعني درجة حرارة أقل شي بتكون 1100 درجة تحت، هيك بس يجي عليه مي بيدوب إذا ما فات على الفرن الفخار. واليوم عم نشتغل بالفخار يعني، الموديلات اللي عم بعملها أنا كلها تستعمل بالمطاعم للطبخ للأكل، وكلها شغلات صحية. بعمل جليز يعني، جليز بصير لميع، وألوان اللون اللي بدك إياه ممكن نسويه، والموديل اللي بدك إياه كمان بنسويه. هن كلهم مهمين، وهيدي الصنعة المهمة لازم تضلها بلبنان. تفاجأت شفت هول الكبار كثير اللي بنستعملهم للعرق او للنبيد، بس بتعرف رح القط شغلة واحدة احكي عنها. هاي لشو؟ احذروا هيدي لشو؟ مارك بتعرف هي لشو؟ هيدي تقيلة لطنجرة الورق عنب. ايوه كل الفخارات بميل، بس هيدي بميل، انا بحبها كثير وبعتبر لازم تكون بكل بيت. من تراثنا من تقاليدنا اللي بتخلي الورق عنب تبعنا اللبناني صغير مكبوس كبس، ومن شان هيك نحن من القليل اللي بنعمله الطنجره ما بنبرمها وبنكبها كيف ما كان، بتنزل وبتضلها واقفه ومشدوده على بعضها. هاي الطريقه بنعجنها للعجينه حتى تصير كلها نفس التراوي، حتى على الدولاب بس نشتغل فيها ما تعذبنا يعني، اذا كان ميل طري وميل شديد بتصير بتعذبنا ما بتطلع القطعه مظبوطه. هيدي اسمها مزيه بلغه الفواخريه، هاي العجينه هيك، هاي الطريقه. كثير مهم اللي بده يتعلم الفخار يقدر يجلس المزيه على الدولاب، يعني هي تطلع معه جالسه. هيدي تفول، حمص، فاصوليا، فريكة. الطبخة بقلب الفخارة طعمتها غير. فعلا لازم كل بيت يكون فيه على القليلة فخارة، الطعمة بتفرق. نبدأ بقوارما أكيد بالفخار أكيد. ما رح أرجع لكم إنه بعد في بريق ومي مسقعة مثل أيام زمان ضحك على بعضنا صار فيها هلا الخزان الأزرق الكبير، بس بالطبخ بعد هيدي قصة كبيرة. يا ألهم الله يخليك. أديب سعيد الغريب من رشايا الفخار، مواليد 1941، ورثان المصلحة عن بي وعن جدي. صار لي معلم فخار أكثر من 65 سنة، بشتغل على الدولاب أكثر من 65 سنة. موديلات كتير، كل قطعة بتختلف عن التاني، مرات بيصير قطعة قريبة للتاني. ايد مش قالب، الايد بتختلف القطعة عن التاني. اذا بدك تعمل قطعة مثل التاني الا اذا عمل كمية كبيرة ليصير يجي تقريبا بنفس الحجم. دولاب كانوا يشتغلوا عليه، اكتشفوه، بس ما له تاريخ امتى اكتشفوه، باي بلد ما في له تاريخ. كل التواريخ ما بيقولولكش، بس بالمية مية الدولاب انكشف ببلاد ما بين النهرين. بيشتغل ونحن بناخد بنجيب بنرسم، انه بده رفق الفخار، ما في وحده واحد يشتغل. هي من الارض، نوع من الحجر بتحفه بحل اسمه مغرى، وهيدا من نوع من الرمل بنصوله ورديه، وهيدا لطش ابيض كله من الارض. القوارمه هيدي حق 10 دولار، والبريق الشرب منه غير شكل كمان حق 10 دولار. 20 ضرب 16 مليون لبناني بالعالم. عملوا حسابات مرة بالسنة قديش بنفوت على البلد وقديش الضيعة فيها توقف على اجريها وتعيش ويظبطوا كل الامور. يلا مش بس بلبنان، كل واحد عم بياخد اغراض لبرات لبنان. هاي فكرة جيدة وفي كميات قد ما بدكم، شغل على الايد وبعون بكل المحلات اللي بتدعم وبتسوق لبنان. بدك تدعم لبنان اشتري من لبنان. بنزق البريق من فوق وبيشقعن هون، من هنيك ببلش فيهم ليوصل لهون، برجع بسكر بابه وبنرجع بكون محضرين حطب شوك واندول وسندان، وبشعلوا 4 ساعات نار بطيئة وبعدين شي 6 ساعات نار قوية، وبينطروا لتاني يوم تالت يوم ببلش يفتحوا وبكون صار فخار. كل شيء على الحطب بعده، كل شيء نحن قديم، ما في لا مازوت لا بنزين ولا شيء. بيت شباب، بيت شباب اكيد من ورا زيحو 1 2 3 4 تنشوف هون اذا مكتوب شيء. بيت شباب من القياس الكبير، من هول الجراس اللي ما كتير في منهم. سليمان نفاع واولاده وابن عمه حاتم 1922، واحد من القدام من الكبار من الاحجام يلي بطل نشوف منهم كتير. سليمان نفاع واولاده وابن عمه حاتم. سليمان عم نرجع نشوفه منيح بهالمنطقه بذات الفترة الزمنية 1920 1940 1930. رجع ساعده يوسف. هول هن الأسامي اللي عم ترجع، نفاع، سليمان، يوسف، حاتم، وكلهم من بيت نفاع. لكن 1920 صوت حلو ورنة حلوة. بس بهالكنيسة في 2، واحد صغير وواحد أكبر، والصغير اوه هيدا تاريخ، هيدا تاريخ بس ما عليه تاريخ. هيدا تاريخ قبل ال 1900 ساعة اللي كانوا ينحتوا ياخذوا وقتهم انهم يصبوا الصليب بقلبه. صرنا كثير زمان ما شفنا جرس مع صليب. كل كنيسة بلبنان بتفوت عليها بتتعلم شيء، بتنبهر عن جديد، ولا وحدة بتشبه الثانية، ولا بحجراتها ولا بسماكة الحيط ولا بالقناطر ولا بالعقد. والقعدة هون ما بتفرق عن غيرها، بس بتحس انه في اشياء مختلفة ما شفناها كثير بكنايس بلبنان. صحيح انطوني، هذه الكنيسة بترجع للفن الهندسي الروماني اللي كان منتشر بالقرن الخامس والقرن السادس. بعض الدلالات على هالفن من خلال هندسة هالكنيسة، شكل الشبابيك والأبواب هن إذا بدك داخل قنطرة هالقد عميقة من جوا بس ولكن بنفس الوقت مقفلة من الخارج. سمك إذا بدك الجدار 1.4 متر. إذا بدنا نحكي عن الجدار، جدار الأيقونات الفاصل بين صحن الكنيسة والهيكل، عن الطريقة اللي هالبواب بواب الهيكل منقوشة فيها الزخرفات، هيدي بترجع لهالحقبة هيدي. فالكنيسة عمرها تقريبا 1500 سنة وأكثر، وهيدا دليل كمان على عراقة التزام أهل هالضيعة اللي عمرها 2000 سنة وأكثر بالإيمان المسيحي اللي عرفته بالقرون المسيحية الأولى. بتعرف بخبروا عنها إنه هي عجائبية والضيعة بتخبر، وأنا جيت لهون صورت حلقة قبل بالضيعة ورجعت الخبرية بترجع وبتعيد وبتعيد. وفي اليوم هالإثبات الموجود هون بالكنيسة، الأيقونة اللي احترقت، الأيقونة اللي احترقت الكنيسة ب 2006، كان بالعشرات 100 وزيادة من هالناس المخبيين هون بالكنيسة. إجت أزيفة احترقت الأيقونة، احترقت شقفة من الكنيسة، صار في شظايا وين ما كان، بس ما مات ولا شخص. فهيدا الشيء بتذكره الضيعة، منشان هيك هالكنيسة لها أهمية كتير أساسية بتاريخها. يعني كأنه هالأيقونة بكنيسة القديس جورج هون برشايا الفخار أخذت هي لحالها كل هالشظايا تتحمي كل هالناس بالاعتداء الإسرائيلي بال 2006. هيدي بيت المختار جوزيف مراد، هيدا أباً عن جد بيت زعيم رشايا الفخار والمنطقة. المختار كمان مسعود مراد. هالبوابة العريقة اللي شايفينها، هالحديد المشغول الحلو، هي نموذج عن بيوت المشايخ إذا بدك والمختير. أهلا فيكم ببيت مختار رشايا الفخار جوزيف مراد. نحن ممنونينكم على هالزيارة الحلوة اللي جيتوا فيها لعنا، والبيت بيتكم خواجة أنطوني. غرفة المونة، هاي غرفة المونة. كنا الخواب الفخار نستعملهم للزيت، اليوم ما عادش استعملناهم بالنسبة لأنه صار في ستانلس ستيل. هاي مصفية اللي بنسلقه القمح، وهي قرفية كانوا يستعملوها للزيت. وعندك هاي المعجنة للكشك، كل شيء له شيك يعني. للكشك؟ للكشك يجبروا الكشك فيها. وهذا لرأس الزيتون، هذا اسمه المسرد، اسمه المسرد ليه؟ لأنه الدوحة تبعه كبار. وهون هذا المنخل، بين نخل في طحين. وهذا قالب للصابون، هون نعمل صابون كمان بدك تقولي. هي عملناه جديد الصابون بعد ما مرنا هنش. كانوا يحطوا فيه زيت ويولعوه، يولعوا الفتيل. عظمة، جمال. ثانك يو. شو بينقال؟ بينقال لو بس الحيطان بتحكي. عن جد قديش هيك برمنا اوزح. وهلا هون هالبيوت القديمة، ما بعرف كيف اي متى وقفنا نعمل هيك يعني سمبل وحلو. مش معقول ليك تفاصيل، الدقه، الشغل الصح، الخشب، البواب، كل هالتفاصيل الصغيره يلي الحياه جبرت الانسان يصير يتندمبل اكثر واكثر. بنرجع على القديم. بتعرف شو؟ خلينا نزتها للتاريخ لاولادنا. يمكن اليوم مع تطور الاشياء الاي اي وبتعرف والتشات جي بي تي ويلي هن، يمكن يخترعوا شيء بكره الحيطان تحكي والمسكات تحكي والصوت يتجمع. ونرجع منشوف التاريخ يبرهن شو عاملين، شو قاطعين، شو مقضى هالبلد. إذا ما شربت قهوة هون بينشروا عرضك، بيعتبروك ما اجيت عملت لهم زيارة، وتعتبر إهانة كبيرة. بيعنا إياها وشراب قهوة. وين رحتوا؟ تعالوا لهون قهوة تو جو. هيدي شو بسموها؟ لا ديليفري ولا تيك اواي. هي باجتياح 12 ايار ال70 قعدنا فيه 36 شخص هون. مرقوا الاسرائيليه من تحت ما اجوا لينا لهون، ما حسوا علينا انه قاعدين هون. لغم بيت فوق مننا، قللت راح البيت. لمن صار الانفجار حسينا على الملجأ، طار وقعد. حسينا بتمنا ما عادش برام. سلحبت طلعت لهيك، لقيت السطح بعده موجود، قلت له واحد دقيقة بعده السطح موجود، زبطنا. ثاني اجتياح كمان كنا قاعدين هون. اجوا اهلك فرحة مين، تخبينا كلنا ونقعد هيك. ايام تنذكر ما تنعاد. لا ما في شيء غريب. هيك له بيت بيصير ورا. قعدتوا فيه كم نهار؟ هيك انا فكرت في اوضه، طلع ما في اوضه حتى، نمته هون، اكلته هون، قعدته هون. عدم هيدي الاوضه ملجا معمول لانه تخبينا فيه بالسبعينات، ورجعنا عمرنا الدوله ساعدتنا فيه شوي ونحن كفينا وتخبينا في 36 شخص كنا قاعدين بالملجا هون مقابل بعضنا رجالا ونساء واطفال، كنا قاعدين فيه بس كيف ساعنا ما حدا بيعرف. بتطلع من هون بصير ورا البيت. شفت كيف؟ من تحت الزيتونات بلشنا ومن تحت الزيتونات عم نخلص، حلقة رائعة، أنا بعتقد ما رح أقول شيء وما رح أتفلسف وما رح أحكي، بعتقد هي بتحكي عن حالها، هالمحبة هالعطاء هالأكل هالناس شيء رائع. يعني جنوب لبنان هالأرض المقدسة صار لنا النعمة إنه نقضي فيه يومين بهالحلقتين يلي عم نختم فيهم هالموسم من مشوار بالوادي، فعلا شعور مؤثر، حاسين بالبركه، بالجمال، باستقبال الناس، ببطولتهم، بصمودهم، وبحب الحياه والتزامهم، وبلبناننا الحلو. نحن صرنا ال 50 بنكون هلا 22 حلقه، رح نشتاق للكومنتس عم بيقولوا لنا اياهم، رح نشتاق لكم وبنوعدهم انه بدنا نرجع كثير بكير. مشوار بالوادي بيشكركن لانه حبيتونا، دعمتونا، حكيتونا، ان شاء الله نكون وصلنا لكم لبنان يلي يمكن بمحلات بلشتوا تفقدوا الامل فيه، لبنان الامل، لبنان بكفي، مشوار بالوادي ما رح يوقف، مشوار بالوادي بكفي سنه عن سنه عن سنه تيفرجيكن احلى بلد بالعالم. هاي فايف. ايه واقفه مع الاعلان. ما تاخذها غلط، انا بحس انه كيف لبنان كان البيوت هيك، انا كنت بكون لبناني اكثر منك. فهمت عليك. انت وانا ممكن تزبط هيك بيت. فهمت عليك. ما تقلي لا. شو قصدك اللبناني كان قصير من زمان؟ يلا الي هايكينج هايكينج يلا مشي معي مشوار بالوادي. ما فينا كل الوقت هذا الزفت. بعتلك صحيح ليك كانوا عم يسالوني هذيك النهار انه انتم نقلتوا من وادي قد ايش سوا عم تبروا؟ قلت لهم مثلا هاي المنطقه، بيقولوا هاي ما فيها وادي. قلت لهم مارك وانطوني بيخترعوا وادي بالمنطقه تيمشوني فيه ويعذبوني ويقهروني تيضل اسم البرنامج شو؟ مشوار بالوادي. تعال تعال لعبتك المفضله. بدنا نلعب حرب؟ بدنا نلعب حرب؟ يلا يلا بنعطي الكاميرا لإلي؟ يلا بس شكله مش مستويين. شو؟ ما طلع الضرب، بدنا نلاقي مستويين مش مستويين. هيدي النبتة حسب بدي اياها، اسمها مقتل خيار. سوري مش الخيار. كيف قعد علي؟ احوش ليك بضحك كرمالك، ليك كيف وين كان وعم ينتلي تياب ومي وبوطه، هيدا ما بيطلي مي؟ يطلعك بأبقى حل. أنا ما أنطوني شو عم تعمل؟ فن. طيبين كثير، بعدهم صغار حرام هلا يعني. في قشطة من الكاميرا. سوري. أنت اللي بتوسخ إيديك، أنا اللي باكل. طيب يلا تفضل.